ديلن شاهدني 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 يا ديلن. هيا هيا يا دولي. لا صدقا اذهبي هيا، فأنا مشغول الآن. حسنا يا ديلن، الآن أريد أن أعرف ماذا تشاهد. الحيوانات ضد البشر. وقت اللعب. أوه يعجبني هذا جدا. مهمتك أيها الطفل إن اخترت قبولها هي أن تسرق مكعبا. لا هيا وقع. ماذا يفعل كلب الحراسة؟ لم يلاحظ بالأساس. انتبه يا صاح، إنه يسرق المكعبات. اقترب بشدة. احترس سيأخذ الأزرق. تمت المهمة. إنه كلب حراسة فاشل. أعتقد أنهما أخ وأخته. ماذا أوحى لك بذلك؟ نعم إنهما أخ وأخته. وهذان أخوان. هذا أيضا لن ينتهي بسلام. فلتجرب العيش مع 98 أخا وأختا. هيا يمكنك إمساكها. لا أظن ذلك. وكأن ذنبنا أننا ولدنا بلا إبهام. ماذا سيفعل؟ المجداف للإبحار فقط. لعبة الإمساك بالأشياء، الآن سترين المهارة. مهلاً، إلى أين يذهب؟ ما زال مستمراً بطريقه. لا أعرف نوع هذا الكلب، لكنه بالتأكيد لا يجيد ذلك. أو نعم، هذا رائع، سيصيب الهدف. مستحيل، إنه بعيد. على الرأس، لقد أخبرتك. لقد فزنا مجدداً. ووهو! لنمارس لعبة الإمساك. تذكرت تواً، دورثي أفسدت آخر كرة. كرة؟ كرة! 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 اشتركوا لتشاهدوا المزيد على قناة ديزني.